دائرة التمثيليات الإذاعية تقدم أنا هلأ برفع راسي فيكن يا أولاد، ما ضاع فيكن التعب. علي كريم أبو كريم، شو بدنا نعمل يا رجال؟ والله ضايقة على العالم كله، منضل نحن أحسن من غيرنا. لك بكفي في إلنا سقف ساترنا. سحر فوزي أم كريم في خوابي الشام. خوابي الشام التأليف ديانا فارس، يساعد في الإخراج فراس شنار، المخرج المنفذ حمدي شويكي، خوابي الشام من إخراج باسل يوسف. جدو جدو شو لقيت؟ شو لقيت جدي؟ هذا لابتوب جدو. لك صدي كمان انت تفهمي باللابتوب يا جدي؟ اي جدي. وين لقيتي؟ هنيك ورا الشجرة. طيب تعو نسأل الحارس بركي بيعرف مين صاحبه. تعو لشوف. تعو يلا يلا جدو. لابتوب مرتب مبين من شنتايته. ايه. منين جبته حجي؟ سارة وساري لقوا ملحوش ورا سور الجنينة. سألت الحارس قال ما بيعرف عنه شي. استنيت أكثر من ساعة ما حدا أجا سأل عنه. قمت خفت ينسرق، تركت رقم التليفون عند الحارس وقلت له يخبرني وقت يجي صاحبه يسأل عنه. والله يا يابي عملت زينة العقل. ورجيني هاللابتوب لشوف. ورجيني. لك وقف، شو عم تعمل؟ ما حدا بيفتحه غير صاحبه ابني. اي بس لنشوف نوعه عمي، يعني اذا كان ياباني ولا صيني ولا كوري. لك يا اخي سوداني، ما لنا فيه. ابي لازم نتاكد شو ماركته مواصفاته حتى نفهم نجاوب اذا حدا سال عنه، بلكي الحارس لعب علينا. بهي معك حق، شرفوا تاكدوا يا ابي، تاكدوا. فرجيني يا ابي. من هو من هو ما عرفت الفكره. شوف. ايه شو طلع معكم؟ طلع لابتوب يعني. لا والله مواصفاته انه لابتوب. ايه مشدي قصي الله يرضى عليك. بكره بترح لك دقيقتين على الجريده، حط اعلان بركي صاحبه مو متذكر انه نسيانه بالجنينه. حاكم نص العالم صارت مصيفه هالايام. هلا لو ما نوم بحبح ومخشخش هيك ومعه مصاري كتير ما كان بينسى هيك قطعه حقها نص مليون ليره. نص مليون حقها؟ برافو عليك جدي، هي اسرع طريقه. عم يسمع مني وسلمه للشرطه بلا ما تحمل مسؤوليته. لا 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 خليه كم يوم هون، واذا ما لقينا اصحابه بنسلمه للشرطه وخلاص. لا 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 لهون وبس. القانون بيقول انه اي غرض ضايع بعد 3 ايام ما التقى صاحبه، يعني ما نعرف مين صاحبه، فبيصير حلال زلال لمن وجده. مظبوط، لمن وجده. صحيح. ايه وين قريه هي؟ باي قانون؟ مو قانون حجي، هي عرف اجتماعي. عرف يا بي عرف. عرف؟ لك اذا هيك العرف تبعكم هاتوه حطوا عندي بالامانات لبين ما يرجع صاحبه. ما شاء الله عنكم، شو بيشد الظهر فيكم. يا رب ما يلتقى له صاحب، والله لازمني واحد إلي لحالي. لك ريحي بالك، لو ما طلع له صاحب منسلمه ساعتها للشرطة. ظهار وبان عليك الأمان. لو شو رح تفتح مغارة علي بابا أنت؟ شو ما لقيت شي على سطح المكتب؟ مواصفاته عالية كأنه جديد. جديد؟ افتح افتح السواقات خلينا نشوف شو فيها. لا 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 تفتح جيب نوب، الله يرضى عليك يا جدي لا تفتح جيب. لا تخاف جدي عادي. ها هي السي كله برامج، ما في شي خاص. لنشوف الاي كمان فاضي.
نعم ليكون مسروق. لك معقول ما في شيء؟ كأنه طالع من الوكالة يا زلمة. شوف ليك 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 ما ضل غير الدي. افتحها افتحها لنشوف. نعم شو ها؟ مكتوب هذا الملف سري يجب عدم الاطلاع عليه من قبل الغير. شو يعني؟ معقول؟ شو هذا؟ سكر 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 شوف سكره. افتح الثاني. تحكي شيء قدام جدك تحكي خرب بيتك شو بتحكي؟ يا لطيف شو ها؟ شوفي الاجتماع الأخير بالفيلا بالضاحية ومثل ما وصفت لك ياها بالضبط كبيرة وإلى 4 مداخل. إيه مشان إذا اضطروا يهربوا نقدر نحطهم بالكماشة. في إلى باب مخزن سري ممكن التسلل منه بعد تسميم الكلبين محطوطين للحراسة. شو العمل العمل كمل كمل لا تعلي صوتك وما لازم حدا من العناصر العادية. لك علي صوتك. حاضر. وما لازم حدا من العناصر العادية يعرف شي عن الفيلا. ايه وبشرح لك هاي النقطة بس شوفك على أساس العملية لقاء عادي تمهيد للقتل والجثة ندفنها بالمزرعة. كل شي جهزت لك يا وحفرنا القبر. يا لطيف شو اللي عم بسمعه أنا شو ها؟ هات لي مكتوب. لك طلع في بلاوي ولو؟ لك شو هالحكي؟ اي والله بلاوي جدي. انت جايب بلوي على البيت؟ لا حول ولا قوة الا بالله بلوي والله. ايه انا شايف كمان بلوي على هو ما سمعت منك. أنا نعست خلاص ما عاد فيني. بعدين هاي الملفات طلعت كلها مخيفة. كمل عمي كمل شو بدنا نساوي؟ اسمعوا هاي شري يلي نايم بالفيلا. ايه طلع هو الراس الكبير ولقبه أبو الزير ولي والكل عم ياخد التعليمات منه. ايوه ومن شهر بلش يجي لعنده أبو سلمان وأبو فارس وأبو عزام. ايوه هلأ صار شغلنا محبوك على التمام وببقى بشرح لك مراحل التنفيذ أول بأول. رح أبعت لك فلاشي مع رجوة. رجوة بنت هاي يأمرني الله. لك شو هاد؟ هدول مو بس عصابة رجال ومعهم رجوة معناها الشغل كبيرة. فيها رجوة كبيرة والله. هلأ أنت وين لقيت هاللابتوب بالضبط؟ بشيكاغو عمي بشيكاغو. ل50 مرة صرت قايلكم بالجنينة لقيته سالي بالجنينة. سلاما قولا من رب الرحيم. اي والله من الأول ما ارتحت لهالشنطة من أول ما فاتت على هالبيت. يا ترى مين هدول أبو فارس وأبو سلمان وأبو عزام؟ والله أنا صرت خايفة. رح نفتح آخر ملف لنشوف باقي التفاصيل. أيوة. هجموا ما هجموا قبل ما يخلص صحن اللابتوب. شوف دي رجوة شو صار معها بالله. على عيني العمى على هالحسبة. أبو عزام وجماعته رح يعملوا كمين للتاجر عاطف. هو وراجع من الضيعة وبيتصلوا بأهله بيطلبوا فدية 5 مليون دولار. يلا طيب معقول الحكي هذا؟ نعم والله كتير. منو هالزلمة اللي حقه 5 مليون دولار لطيف؟ ما هذا تاجر عاطف يكون راجع من الضيعة. ايه كمل كمل. وهيك بصير المبلغ منيح. ولا تنسى توزع الرواتب على كل العناصر وقلهم يشدوا همتهم بالشغل في مبالغ منيحة جاية. حلو. ولك يا جماعة هي خطط جاهزة للتنفيذ. إيه لكان معناتها هدول أكيد هلأ لايبين لوبان على اللابتوب. قولي على قامتي. والله. لا ورحتوا خبرتوا حارس الجنينة وحطيتوا إعلان بالجريدة كمان. لكان إعلان أهم شيء الإعلان. لا وأنا تفالحت وحطيت رقمي بالإعلان بدل رقم لانا. كمان. شغلة كبيرة كتير يا جماعة ولازم ناخد كل احتياطاتنا. دك مزبوط عمي مزبوط. هودي أبي اللعب معي وأكيد ما رح يتركونا بحالنا. وبيكونوا خايفين يكشف سري. ايه يعني شو يعني؟ نحنا لازم نوزع مهام حراسة ومناوبات من الليلة. ايه ولازم نتسلح بالمقشات وعصايات المساحة والطناجر. لا بدك طولي بالك بشرة على عصايات مساحات ومقشات ومدري شو. هدول عصابة يعني بيجوك مسلحين وبكامل عتادهم مو بالشلمونة. جدي رجع لي هالجني لمحله وحاجة تخمينات بقى. قوموا فوتوا ناموا يلا الحامي الله. يلا قوموا النسوان على غرفكم ها ولا تحكوا شيء قدام الصغار بلا ما يسمعوا يخافوا ها. يلا 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 يا بنات يلا يلا. خير يا ابي ليش طلعت لهون؟
خليك مرتاح بغرفتها. عم بطمن عليكم يا بي وشوف إذا الوضع مأمن يعني، يعني خايف يعملوا علينا إنزال من فوق لأنه أضعف نقطة بالبيت هي الأسطوح. يا جماعة أنتوا كأنه عاطين الموضوع أكبر من حجمه. ها هذا حجمه يا بي، الله يرضى عليك، ما بدنا نندم على شغلة بإيدنا سويناها. المجرمين فلتانين بهالفترة ومستغلين الأزمة اللي بالبلد. أنا شايف يا عمي أنه نقفل الأبواب على حالنا منيح من جوا وخلصنا. مو كافي يا عمي مو كافي، لك نحن بنخاف يكون عددهم كبير. قولي قولي يا بي. كلنا أخذنا موقعنا، أنت شو؟ أنا شو أنا؟ قصدي يعني وين موقعك من الإعراب؟ عفوا يعني بالحراسة، وين الموقع تبعك؟ حدد. وين حدد لنا؟ أنا بروح وبيجي رملا بالمكان بين غرفة أمك وهو. ايوه خايف على الحجة. اسكت لك سعدان، روح التحق بموقعك. معناتها أنا بتمترس بغرفتي. ما حذرت، أنت بتنط بتقعد فوق الخزان ومنه بتشوف لنا الفواشة ليش عم تدقر. شو قصي؟ صفيان مع الحمامات؟ يا شو أعمل؟ لسه أخواتك لهلأ ما رجعوا من السوق وجدك مصر أقعد على الأسطوح. أخي قصي بدك شي مساعدة؟ لا سلامتك، بس أنت عملنا برات شاي وخليك لوردية الحراسة المسائية، حاكم الشباب الليلة رح يناموا. طب يلا فورا. ألو أهلين. نعم أنا السيد قصي. أهلين سيد فوزي. بس مين فوزي؟ ايه عنا لابتوب صح؟ هل بده يشوفني؟ شو؟ قل له يجي لهون على البيت. ايه اخ فوزي تعال عنا، قصدي لعنا على البيت. كلنا هون ايه عيلة كبيرة ونحن كتار كتير. اخي وصال على الحارة الكبيرة ودق لي ما بتضيع. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف تقلك جاي؟ المساء الساعة 6 هيك صرح. ولي 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 عمي الله يخليك، أنا رح أخذ بناتي وأهرب، هدول التالين قتلوا ما بعرف شو بيطلع معهم. اللي بده يروح ويترك قصي بهيك لحظة بصيرية يروح، بس لازم تعرفوا اللي بيطلع ما عاد له رجع لهون. معقول أبي شو عم تحكي أنت؟ مثل ما سمعته، إذا بهيك لحظة ما وقفتوا مع بعضكم إمتى رح توقفوا؟ بالأفراح والعزائم؟ أنا والله ما بترك قصي وأنس لحالهم لو على قطع رقبتي. طول عمرك أخت رجال يا أم كريم. يلا نشوف رملان، الكل يرجع لمواقعه. يلا شو الأخبار يا أولاد؟ شو الأخبار عندكم يا حرس؟ لهلأ ما شفت شيء عمي. كيف يعني ما شفت شيء وصار الزلمة على الباب؟ ومن عنا مو باين شيء. معناها دير بالك، ها أكيد بعت لنا شخص كمين. خلص خلص أنا رايح أفتح. هلو مرحبا. أهلا وسهلا. I'm so sorry، أنا كتير خجلان من التأخير. I'm فوزي، حكيت معكم شوي. حضرتك السيد قصي؟ نعم أنا سيد قصي. واو أنت اللوك اللي عم دور عليه، فانتاستيك مدهش. سوري قديش عمرك يا قصي؟ هو ظاهر حواليك عروس. لا 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 لا، أنا مخرج عم حضر لتصوير عمل بوليسي أكشن، وبدي شباب يلعبوا فيه أدوار مهمة، وبدي وجوه ستايل يعني. تعال مخرج. سوري اوعى تقلي إنك حاطط المسلسل كله باللابتو. كنت عم ابعت أفكار الخطة تبع العصابة للكاتب حتى يعدل إياه حسب رؤيتي الإخراجية. أنا آسف لكم إنه عم استطلع بالجنينة. أنت نسيت اللابتوب وبقلبه كل الديكوباج والتفريغ الإخراجي. سوري يا مستر. أنا موافق أشتغل معك، بس بصراحة لم يسبق أنني مثلت ووقفت أمام الكاميرا. لا حبيبي لا تصدقوا، يا حسنة ما وقف في حياته إلا قدام اللوف. ناري ارجعي لورا. فانتاستيك كول فري كول. واو الصبايا عندكم وجوه حلوة. لا تغلط كنتم مع خواب الشام ساعة
ساعد في الإخراج فراس شنار، المخرج المنفذ حمدي شويكي، خوابي الشام، وتحية من ديانا فارس وباسل يوسف.